اليوم افتتحنا المعرض ديال الكبار باسفي في النسخه ديال الخامسه والسادسه، واللي هو واحد الفضاء جد مهم للترويج لهاد السلسله وهذا المنتوج ديال الكبار واللي كتزخر به هذا الاقليم وهذا المنطقه وكذلك مناطق اخرى ديال بلادنا. فسلسلة الكبار هي سلسلة واعدة، أولا هي مقاومة للجفاف وكتمتاز يعني بواحد شروط مرنة وكتصبر، وكذلك عندها واحد تأثير جد مهم على العائدات ديال الساكنة وديال المنتجين. ففي إطار ديال استراتيجية الجيل الأخضر الأهداف هو النمو ديال هذا المنتوج والتثمين ديالو عبر المقاربة ديال سلسلة القيم، يعني من الإنتاج حتى التسويق ودعم المنتجين في إطار التعاونيات الفلاحية والتعاونيات ديال الإنتاج الكبار. والهدف هو باش نخليه القيمة المضافة على الصعيد يعني الإقليم وعلى الصعيد ديال الجهة. فبلادنا فيها 35 ألف هكتار، والجهة يعني ديال مراكش فيها أكبر يعني مساحة، والإقليم ديال أسفي واحد 7000 هكتار، وواحد المنتوج اللي هو منتوج جيد جودة عالية وكيتصدر يعني الخارج وكذلك على السوق الوطني. فشفنا في هذه السنوات الأخيرة كيفاش توسعت يعني المساحات. فالهدف بالنسبة للمساحة في العدد الصحي ديال الجهة 15000 هكتار، وكذلك طبعا هذا الشيء كيكون عنده واحد المواكبة من طرف البحث العلمي اللي خاص يعطينا ويوجد لنا أصناف اللي هي متأقلمة واللي هي منتجة واللي كتسهل يعني على الفلاحة باش يوسعوا في المساحات ديالهم. وكذلك كاين دعم فيما يخص يعني الوحدات ديال التثمين في إطار ديال استراتيجية الجيل الأخضر، خصوصا في الشق اللي كيتعلق بالفلاحة التضامنية اللي الدولة هي اللي كدير الاستثمارات و لأجل يعني الفلاحة والمنتجين الصغار وخصوصا التعاونيات يعني النسوية اللي هي جد نشيطة في هذه المنطقة. فيعني سلسلة واعدة واللي غادي يكون عندها في المستقبل إن شاء الله تنظيم على الصعيد الوطني في إطار فيدرالية وطنية بمهنية للكبار. وغادي تكون يعني هاد أسفي هي العاصمة ديال هاد الإنتاج، لأن هذا هو اللي خلانا باش يكون هاد المعرض هنايا منذ 6 سنوات اليوم، واليوم كيحظى بالرعاية السامية ديال سيدنا الله ينصرو. فيعني سلسلة واعدة وفي تقدم يعني مستمر.